بين أروقة الجدران القديمة وتحت ظلال الأشجار الشامخة تسكن نيابة بركة الموز، والتي تعد من أهم مناطق ولاية نزوة. تعد بركة الموز من أجمل الأماكن في محافظة الداخلية، وتتميز بتنوع جغرافي ما بين الجبال وسهول وبساط الأخضر الذي يميزها بأشجار النخيل والموز والمانجو والليمون وغيرها من المحاصيل الفصلية. وقد سميت النيابة ببركة الموز بسبب تجمع مياه الأودية والشعاب المحيطة بها، حيث تكونت بركة مياه من تربة خصبة مهيئة للزراعة بأصناف عدة من المزروعات. وفضل الأهالي في تلك الحقبة زراعة أشجار الموز لتوفر المياه وسرعة نموه وقيمته الغذائية والاقتصادية. تتميز بركة الموز بمواقع سياحية متميزة، أهمها بيت الرديدة، وهو من المعالم الأثرية والتاريخية الهامة. ويقع الحصن الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في ولاية نزوة في محافظة الداخلية في بداية وادي المعيدن، ويقع في الجهة الغربية من نيابة بركة الموز. وتزخر نيابة بركة الموز أيضا بفلج تاريخي يدعى فلج الخطمين، ويعد واحدا من أبرز الأفلاج العمانية التي تسير كالعروق في مختلف أنحاء البلاد. وتم تصميم هذا الفلج على نحو يعمل على التوزيع الدقيق للمياه في كل قسم من أقسام الفلج. وما يميز هذا الفلج مرور قناته داخل أحد الحصون الشهيرة بالسلطنة، وهو حصن بيت الرديدة الذي تم بناؤه في عهد اليعهربة في القرن السابع عشر. ومن الحارات التاريخية في نيابة بركة الموز حارة السيباني، التي تتميز بطغرافيتها الجبلية وبوقوعها ضمن محيط فلج الخطمين، والتي تتميز بمبانيها الطينية التي تعود فترة بنائها إلى مئات السنين. هذه الحارة تعطي طابعا إيحائيا بمهارة الهندسة المعمارية في تلك الفترة. وتنتشر في النيابة العديد من الأبراج كبرج العقبة وبرج الصافح وبرج الشريعة وبرج الحيل والخزينة، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الأثرية التي تنتشر في أرجاء النيابة، كحارة برج المقاصير التي تشكل لوحات رائعة الجمال تصور التطور العمراني، وشهدت الولاية زحفا عمرانيا نشطا على مدار السنوات.